جايز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم سوف نرى الجزء الثاني من مصطلحات وكلمات في الشاطئ بالتركية، فهيا لنبدأ. اذا اول مصطلح او اول كلمة سوف نبدأ بها وهي تزلوسو. تزلوسو، المياه المالحة. تزلوسو، المياه المالحة. تزلوسو. كم، رمل. كم، رمل. كم. دينيز، بحر. دينيز، بحر. دينيز. صندل، الصندل، يعني حذاء. صندل، الصندل، أو الشبشب. صندل، الصندل، صندل، صندل، يعني نفس الشيء. صندل بالتركية، صندل بالعربية. صندل. دينيز كابو، دينيز كابو، صدف، يعني صدف البحر. دينيز كابو، صدف. دينيز كابو. دينيز كيس، دينيز كيس، شاطئ البحر. دينيز كيس، شاطئ البحر. دينيز كيس. حسنا، دينيز البحر، كيس شاطئ. دينيز كيس. دينيز يلدز، نجمة البحر. دينيز يلدز، نجمة البحر. دينيز يلدز، نجمة البحر. دينيز يلدز. كوبيك بالو، سمك القرش. كوبيك بالو، سمك القرش. كوبيك بالو. جيمي، سفينة. جيمي، سفينة. جيمي. ساحل كوشلار، ساحل كوشلار، الطيور الساحلية. ساحل كوشلار، الطيور الساحلية. ساحل كوشلار. أبيراتيفلار، أبيراتيفلار، الوجبات الخفيفة. أبيراتيفلار، الوجبات الخفيفة. أبيراتيفلار. Güneş yanı, huruk eşşems. Güneş yanı, huruk eşşems. Güneş yanı. Güneş güzlü, güneş güzlü, nazarat şemsiye. Güneş güzlü, nazarat şemsiye. Güneş güzlü. Şapka, kubba. Şapka, kubba. Şapka. Güneş kremi, güneş kremi, krem vaki min eşşems. Güneş kremi, krem vaki min eşşems. Güneş kremi. Sürf, rukub l-amwaj av arrakmaja. Sürf, rukub l-amwaj av ma ned'ubi arrakmaja. Sürf. Ve el-levh, الذي نقوم بقيام به بركوب الأمواج. سيرف تهتص، لوح ركوب الأمواج. سيرف تهتص، لوح ركوب الأمواج. سيرف تهتص. يزمك، يزمك، يسبح، يعني فعل السباحة. هو سبح، أنا أسبح، أنت تسبح. يزمك، يسبح. يزمك فعل يسبح. يزمك. باليت، زعانف السباحة، يعني تلبس في الأرجل لكي نسبح بها، تصبحون مثل السمكة. باليت، زعانف السباحة، تلبس في الأقدام. باليت، زعانف السباحة. باليت، باليت. شمسية، مظلة. شمسية، مظلة. شمسية. تعطيل، عطلة. تعطيل، عطلة. تعطيل. فولي بول،
كرة الطائرة. فولي بول الكرة الطائرة. فولي بول الكرة الطائرة. فولي بول. دالغالار الأمواج. دالغالار الأمواج. دالغالار لأن دالغا موجة. دالغالار الأمواج. يات يخت. يات يخت. يات. هكذا نكون قد انتهينا من فيديو اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه، وأراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم وأراكم في الفيديوهات القادمة. دمتم بخير، إلى اللقاء.